الاصلاح الزوج. بس انا هرجع للنقطه اللي كان الدكتور محمد بيقول، الدكتور محمود عفوا، بيتكلم فيها، وهي ان لو الزوج كويس وظهر فساد بعد الجواز يبقى الست السبب. لا، أيوه. مش شرط تكون الست السبب. ايوه تسنيم، احنا كنا بنحكي انه عن المشاكل اللي بعد الزواج، يعني في عندنا مسؤوليه تقع على كلا الطرفين قبل الزواج، عندنا مسؤوليه تقع على كلا الطرفين بعد الزواج. هلا بعد الزواج اكتشفت الزوجه، يعني قد لا نقول انه اكتشفت، لانه ما عادت المعطيات والظروف التي تؤثر على هذا الرجل مثل ما كانت في السابق. يعني هو المعطيات اللي انت امام عينك في الشغل، امام عينك في الاسره، في نطاق الصحاب والاصدقاء، ما عادت. الان صار في عنا الجوال هذا اللي هو النافذه الصغيره، لكنه بيفتح لك على العالم كامل، ما بتعرفيش ايه اللي بيتعمل وايه اللي بتشفي وعليه والكلام ده كله. فبالتالي صارت في عمليه الجذب لامور انت ما كنت تتخيليها وارد جدا، انه يقع في حبائل الادمان. المواقع هذه وارد جدا، التاثير على اصبح صديقه، هو صديقه، هو اللي بيهمس له، هو اللي بيشوف، هو اللي بيسمع. انت هذا ما يعني انت ما ممكن ما توصل، فممكن ياثر على هذا الزوج. فلو اكتشفت الزوجه سواء انه كان السبب قبل الزواج او اثناء الزواج، انت امام مشكله الان وبدك تتعاملي مع هذه المشكله. فكره هي السبب فيها، فكره انه نقول انه المراه هي السبب، انا اتفق معها بنسبه 50%. يعني احنا بنقول اي مشكله تحدث، اي مشكله تحدث في الكون، يكون كلا الطرفين اللي في المشكله مسؤول عن هاي المشكله، لكنها بنسب. يعني ممكن تكون المراه بنسبه 20%، الرجل بنسبه 80%، هي 90 هو 90، هي 10 هي 90 هو 10، بغض النظر، لكن كلا الطرفين مسؤول عن هذه المشكله. ممكن تكون هي حقيقه 50% وهو 50%، فاذا بنتفق معها في هذه الناحيه، اذا كانت هي بمسؤوليتها ال 50%، نعم هي مسؤوليه بما لديها. لكن هو مسؤول، قطعا هو مسؤول، كل انسان انسان راشد بالغ عاقل مسؤول عن افعاله. لكن انا بقول انه هون المراه تقع مسؤوليتها فيما لديها من امكانات. انا دائما اقول انه المراه هي لديها ما نسميها السوفت باور، القوه الناعمه. هذه القوه الناعمه مش مملوكه ابدا 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 بالنسبه للرجل، لا يمتلكها، هي سلاح قوي، وهو ما نسميه انا بقول انها ساحره، المراه ساحره. لكن المرأة اللي بدها تكون أولا على وعي بمشكلتها. في أحيانا إحنا نتيجة المشكلات اللي بتقع فيها الزوجات بصير موجودة في دائرة ضيقة جدا ما بتقدر تخرج منها، فبتحكم عليها في اتخاذها للقرار، أو بتحكم على نفسيتها، بتحكم على ردود أفعالها. فلازم شوي المرأة تحاول تفهم مشكلتها ابتداء، تفهم مشكلتها بتجرد وبموضوعية، تحط بمسك ورقة وقلم وتشوف هاي المشكلة كذا، شو علي شو إلي، شو إيجابيات شو سلبيات، شو بيقع علي أنا من أمور أنا هون بتطلب مني في هذه الحالة، إنه شو مسؤوليات التي تقع علي، شو الجانب اللي بيقع علي من أخطاء أنا أحاول قدر الإمكان إني أأديها. يمكن حضرتك دخلتي كده على طول في العلاج، لكن لو رجعنا قبلها على طول، أنت بتلاقي مثلا زوجة بتبعت لنا في البرنامج متجوزة بقالها أسبوع، ولا متجوزة بقالها شهر، ولا شهرين، ولا ست شهور، وتقول لك اكتشفت إنه معدد في العلاقات في إطار الحرام والشات، وطول الليل قاعد يكلم مع دي أو دي أو دي، أو اللي تدخل تقول لك ده ممتنع عني وواقع في الله يهديه في المواقع الإباحية. طب ما هي دي مشكلات هي فعليا ملهاش أي علاقة بيها، هي واخدة كده، لكن المشاكل دي ظهرت على حياتهم الأسرية بعد الجواز. طيب إحنا ما زلنا نقول إنه إحنا بعد الزواج، الآن في مشكلات بعد الزواج، تقف المرأة أمام نفسها، لابد إنها تقف أمام نفسها، هي ماذا تريد من الزواج؟ هل تريد بيت مستقر وبيت آمن؟ هل هذا يستحق أن يكون الرجل هو أب لأبنائها؟ إذا وجدت أنه في شخص، طبعا ما في إنسان معدم تماما، يعني في عنده قد تكون صفات جميلة جدا، لكن هذا الجانب هو اللي يعني معكر. فإذا توازن الأمور، هل تريد الطلاق؟ تتطلق. إذا لا تستطيع أن تحتمل ولا تحتمل ولا تستطيع تجد لا تجد في نفسها القدرة على تغييره، تتطلق من البداية قبل ما أنه يصير في أبناء وضحايا في الموضوع. لكن المرأة يجب أن تقف مع نفسها موقف صادقة، أنا أريد أن أتم زواجي وأنا على استعداد أن أتحمل كافة المسؤولية في محاولة إصلاح هذا الرجل، هذا الإنسان. وهون بده يكون عندي حاطة أنا احتمالين، احتمال إنه
يتم واحتمال ما يتم. فبالتالي طبعا هذا كل واحد إلها اجراءاتها، يعني سواء انه بده يتم او حتحقق انجاز معه او ما راح تحقق انجاز معه. في كل الحالتين بدها تكون برضه هون حاطه باعتبارها انه لو نجحت تمام، طب لو ما نجحت تتحطم وتتدمر؟ لا، برضه لو ما نجحت بدها تكون حاطه خطه سيناريو اخر، سيناريو بالضبط لهذه. طيب دكتوره، حضرتك حطيتي الاحتمالين والاحتمال